السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة إن شاء الله رب العالمين جهاز مفيد جدا بيفيدك، وخاصة إذا كنت أنت بتتعامل مع المكونات الإلكترونية والإلكترونيك بوردز والحاجات دي كلها. الجهاز ده مفيد جدا ولا يمكن لأي حد بيتعامل مع الكهرباء والإلكترونيك شيبس ديت إن هو يستغنى عنه. الجهاز ده بيوصل ثمنه لحد 3500 جنيه، احنا هنعمله النهاردة في البيت وهيؤدي معاك بنفس الكفاءة، وحاجة يعني هاند ميد مصنوعة بإيدك، وفي نفس الوقت هتوفر عليك الكثير من الجهد والكثير من التكلفة. هي تعتبر حاجة ببلاش خالص. لو أول مرة حضرتك شوفني، أنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتي عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، وبقدم عليها محتويات مختلفة. من فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عننا، لأن محتوانا بيستحق الدعم. الفيديو بتاع النهاردة أو الجهاز اللي هنستخدمه النهاردة هو جهاز الهوت اير. وجهاز الهوت اير هو اللي في الصورة اللي احنا شايفينه ده يا جماعة، ده عبارة عن جهاز معظم الناس اللي بتتعامل مع الإلكترونيات بتستخدمه باستمرار، وبيبقى فيه مؤشر لسرعة المروحة، ومؤشر ارتفاع درجة الحرارة، مؤشر ان هو يشتغل ولا لا، وفي عندك شاشة كمان اهيت علشان تستطيع انك من خلالها تظبط درجة الحرارة بتاعتك، تشغله وبتوجه الجزء ده على مكون الكتروني، بحيث ان حضرتك تقدر عندك قطعة الكترونية زي ديت وعايز تفكها من مكانها، بتوجه عليها الهواء السخن فبتفك معاك بسهولة، بدل ما تستخدم الكاوية وتتعبك جدا الكاوية في التعامل معاها. وعشان حضرتك تتعرف على وظيفة جهاز الهوت اير، جهاز الهوت اير هي وظيفته تسخين الهواء إلى درجة حرارة عالية، وبعدين بنوجهها إلى المكونات الإلكترونية أو القطع الأخرى علشان ندوب المادة اللاصقة أو القصدير، أو برضو بيعمل حاجة معاكسة نفس الحوار برضو، إن هو بيلزق أو بيلصق هذه الأشياء في البوردة الإلكترونية. واستخدم الهوت اير في العديد من التطبيقات بما في ذلك فك وتثبيت المكونات الإلكترونية السطحية SMD، وكمان بيستخدم في لحام المكونات الإلكترونية، إزالة الطلاء أو الورنيش، يستخدمه كمان علشان إصلاح البلاستيك أو المطاط، كمان بيستخدموه في إزالة الغيرة أو اللصق. الجماعة اللي هم بتوع الفايبر بتوع العربيات واللي بيشتغلوا في الفايبر بيبقوا عندهم جهاز الهوت اير ده. بيتكون جهاز الهوت اير من مجموعة من المكونات الأساسية بما في ذلك مصدر طاقة عشان يوفر الطاقة اللازمة لتسخين الهواء، وعندنا كمان عنصر تسخين وده بيسخن الهواء، وعندنا مروحة بتدفع الهواء الساخن إلى الخارج، وعندنا كمان خرطوم بينقل الهواء الساخن من عنصر التسخين إلى الفوهة، وعندنا الفوهة وديت اللي بتبقى في المنطقة الأمامية عشان تحدد نمط تدفق الهواء ودرجة الحرارة. الفوهة ممكن تبقى واسعة ممكن تبقى ضيقة، وديت بتحدد لي الهواء بتاعي يخرج بمقدار قد ايه، سواء على مستوى واسع او مستوى ضيق. يمكن ضبط درجة حرارة الهوت اير حسب الحاجة باستخدام مفتاح او شاشة رقمية. تتراوح درجات الحرارة المعتادة للهوت اير من 200 ل 400 درجة مئوية، اللي هم 392 ل 752 درجة فهرنهايت، فيما يلي بعض النصائح عشان لما تيجي تستخدم جهاز الهوت اير يا جماعة. اول حاجة البس نظارات واقية وقناع واقي من التنفس لتجنب استنشاق الهواء الساخن او التعرض له. كمان استخدم جهاز الهوت اير في منطقة جيدة التهوية، وتجنب توجيه الهواء الساخن الى بشرتك او عينك. افصل جهاز الهوت اير من مصدر الطاقة عند عدم استخدامه. يستخدم الهوت اير على نطاق واسع في مجال الالكترونيات والصيانة، فهو اداة مفيدة بيمكن استخدامها لاداء مجموعة متنوعة من المهام. احنا بقى عايزين نصنع من علبة السمنة ديت الجهاز ده. الحكاية كلها انك هتوصل بطريقة ما، هتجيب معاك مقص صاج، مقص الصاج ده وهتبدأ تشكل الصفيحة ديت، هتفتحها من هنا وتفتحها من هنا والحواف بتاعتها تنضفها وتخليها تمام، وهتبدأ تشكل الصفيحة بتاعتك ديت بحيث ان انت توصلها للشكل ده، قمع معدني، او تشتري القمع المعدني ده جاهز وخلاص وتريح دماغك من موضوع التشكيل ده. طيب انا هستخدم القطعة ديت ازاي وهوصلها للجهاز ده ازاي؟ الموضوع باختصار يا سيدي الفاضل انك بعد ما توصل لشكل القرطاس او القمع ده، هتبدأ حضرتك تحط القرطاس ده على البوتاجاز، هتولع الشعلة بتاعت البوتاجاز، ويفضل ان هي تكون اصغر شعلة. لو حضرتك مستخدم السمنة فلما تيجي تحطها على البوتاجاز بالمنظر ده، فلنفترض ان دي علبة سمنة او صفيحة السمنة بتاعتنا المعدنية،
هيبدأ السخونية دي تسيح الورق اللي معاك ده، وتسيح البوية دي علشان لسه أول مرة تستخدمها، فهيطلع معاك روائح كريهة. فطبعا يفضل إن أنت تكون في مكان جيد التهوية. طيب عندنا هنا كده شكلنا الصفيحة دي ووصلناها للوضع ده. هتجيب القمع ده وتبدأ تحطه على العين بتاعتك هنا أو شعلة البوتاجاز، وتبدأ تسخن تسخن تسخن، فيطلع معاك من هنا كده ايه حرارة. فنفترض ان هي ديت محطوطة على البوتاجاز خلاص والدنيا تمام، فيطلع معاك الحرارة كلها بتجمع من هذه الفوهة. وكل ما كانت الفوهة ديت صغيرة، كل ما كان تركيز الحرارة افضل واعلى، وبكده تقدر تاخد نتيجة سريعة وفعالة. وطبعا احيانا الموضوع ده بيفرض معاك حجم الكومبوننت نفسه، يعني لو اي سي كبير شوية او حاجة زي كده على المكان ده، في الحالة ديت انت هتكون محتاج انك توسع الفتحة دي شوية بحيث ان هي يبقى عندها كومبوننت تاني اوسع، فتحة اوسع عشان تقدر تستوعب ايه، تستوعب الكومبوننت بتاعك. هتجيب القمع ده او الاختراع بتاعك الابتكار ده وتبدأ تحطه على البوتاجاز. هطلع السخونية من هنا، ولو عندك مثلا لمبة ليد زي دي فيها لمبة محروقة، اللمبة المحروقة بتكون او البايظة بتكون لونها اسود كده، مش زي اللمبات العادية، مش زي باقي الليدات. كلنا عارفين ان الليدات ديت بتكون متوصلة على التوالي، فبالتالي لو ليد واحد فصل بيفصل اللمبة دي كلها وبيخليها غير قابلة للاستخدام. ممكن حضرتك تيجي على الليد المحروق وليكن ده مثلا، وتعمل عليه شورت كده بالقصدير ولا حاجة، وبالتالي لازم يعني يفضل انك تحط دايود في توالي الدائرة علشان الامبير ما يكونش عالي على باقي الليدات فتتحرق هي كمان. ممكن تلحمه وتعمل شورت هنا كده، او هتيجي حضرتك يبقى عندك مثلا لمبة تانية زي ديت، اللمبة ديت تكون موجودة معاك كسبير، لمبة احتياطية بتاخد منها الليدات بتاعتك، والليدات ديت بتاخدها تعمل تصلح بيها ليد زي دي بايظة. هتجيب الليد ديت يا فندم وهتقوم تحطها على الفوهة من فوق كده، ومعاك ملقاط او جفت. الجفت ده هتبدأ ديت وهي على سخنة محطوطة على الفوهة هنا كده، هتبدأ بالجفت تشيل معاك الليد بمنتهى السهولة والبساطة. كمان في لحامها لمدة 30 ثانية كده تبقى حاططها، هتشيلها وتبدأ تبدلها. لما تيجي تلحمها وعايز تثبتها برضو نفس الكلام، هتحط القصدير بتاعك وتبدأ تلحمها مرة تانية وتثبتها. فكده الجهاز ده معاك او الاختراع البسيط ده اتعمل معاك واستطاع ان هو يؤدي معاك نفس غرض الهوت اير ديفايس. ده شكل طبعا للهوت اير ديفايس، وهو موجه على احد الكومبوننت والبورد الالكترونية. دي برضو بوردة الكترونية بيبقى فيها كومبوننت زي دي كتير. طبعا لو احنا عندنا اي سي او مكون الكتروني زي ده كده عايزين نشيله، نفس الكلام بيبقى بسهولة جدا، لان بتبقى ارجله كتيرة جدا، فبالتالي انا ببقى محتاج ان انا اشيله الحاجة تسخن لي الجزء ده ككل، مش حتة حتة او واحدة واحدة بواسطة الكاوية، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. وده شكل الليد بتاعنا لما بيكون بايظ. بنبدأ زي ما قلنا نزيل الليد بتاعنا اللي محروق واللي فيه مشكلة، وابدأ من خلال الليد ده من خلال القمع اللي احنا عملناه اسخن الليد وابدأ اشيله والحمه تاني مرة اخرى. الفكرة كلها معايا ان انا اوصل للكون او المخروط او القمع ده بصفيحة او بصفيحة معدنية، او اشتري القمع جاهز، وهيوفر معايا وقت ومجهود وتكلفة كمان. وبالتالي يبقى انا كده عملت ابتكار عندي، واستطعت ان انا انفذ الفكرة بمنتهى السهولة والبساطة. الفكرة قد تكون بسيطة ولكنها موفرة. وكالعادة طبعا في قناة عبد الرؤوف 89 احنا متعودين ان احنا نقول لحضراتكم على الافكار اللي هي ممكن تساعدك بطريقة ما. ممكن كمان لضعف الامكانيات انا ما نقدرش ننفذ الافكار دي عمليا، ولكن يكفيني انا ان انا اقدر اقول لك على الفكرة، ويكفيني كمان ان حضرتك تنفذ الفكرة بطريقة ما، او انك خدت لب الموضوع. التنفيذ مش هيبقى معضل قوي لو حد عنده ورشة نجارة، ورشة خراطة،
ادوات كهربائيه، بس انت عندك الفكره، فانا بالتالي وسعت مداركك واستطعت ان انا اقول لك ان في حاجه موجوده، في حاجه تقدر تعملها. ده عشان ما اطولش على حضرتك الفيديو ده، كان كل شيء النهارده. ارجو ان يكون حضرتك استفدت بمعلومه، لو حضرتك استفدت بمعلومه لايك وشير، او مرحبا حضرتك شفنا سبسكرايب في القناه. اشوفكم على خير. كان معاكم كالعاده عبد الرؤوف عماد من قناه عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. كلم حد عننا لان محتوانا فعلا يستحق الدعم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.